قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. ماذا تفعل يا سامي؟ هذا مكاني. مكانك؟ أجل، كيف ذلك؟ هناك نظام يا سامي وعليك أن تحترمه. كلنا نقف في الطابور ولا أحد يخالف ذلك النظام. أنا أول شخص يخرج من الفصل مع صوت جرس الفسحة، ولا بد أن أكون في مقدمة الطابور. إذا كنت أول من خرج من الفصل، لماذا لم تأتي وقتها لتقف في الطابور؟ لأنني كنت أتحدث قليلاً مع فواز. سامي، عليك أن تلتزم بالنظام وتقف في آخر الطابور مثل ما فعلت أنا. أعطني بسكويتاً من فضلك. أنا المعلم المسؤول عن المقصف اليوم. أستاذ صالح؟ نعم يا سامي، ولن أرضى أن يخالف أحد النظام. ولكن أنت محروم من الشراء اليوم يا سامي. يا أستاذ صالح، أنا لم أقصد أن... انتهى الأمر وقراري لا رجعة فيه. وضع النظام لنحافظ عليه، ومن يخالف النظام يعاقب. أستاذ صالح، هل يمكن أن أخذ النقود من سامي وأشتري له ما يريد حتى لا يشعر بالجوع، وفي الوقت نفسه لا أخالف قرار معاقبته؟ حسناً يا فواز، ولكن بشرط أن لا يكرر ذلك الخطأ مرة أخرى. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً يا فواز. أرجوك يا سامي، لا تفعل ذلك مرة أخرى. أعترف أني مخطئ، وأعدك يا فواز أن لا أخالف النظام ثانية. أحسنت يا سامي. ولكن يجب أن أذهب أيضاً وأعتذر للأستاذ صالح عما بدر مني. هيا بنا. هيا.